اليد هي اللي في الطليعة، كرة اليد هي اللعبة الأساسية دلوقتي عندنا عشان الحدث القادم، كأس العالم في يناير 2021. كأس العالم اللي هيكون 32 دولة مشاركة فيه، كأس العالم رقم 27 اللي هيكون آخر كأس عالم تستضيفه دولة واحدة. بعد كده هيبقى كأس العالم تستضيفه دولتين. لكرة اليد هي تبقى اللعبة الأساسية عندنا حتى في تغطيتها داخل النادي الأهلي. فريق الشباب بقيادة الكابتن صابر حسين الحقيقة كسب، كان بيلعب سبورتنج وانتهت المباراة من 3 ساعات، فاز بنتيجة 37-25. ده بيحط وبيحافظ على المقدمة 43 نقطة. عندنا مباراة بكرة في منتهى الأهمية مع نادي طلائع الجيش. كل التوفيق لكابتن صابر حسين وفرقته إن شاء الله فيما هو قادم. أيضا 2-2 بقيادة الكابتن هشام عبد الوهاب فاز على السموحة بنتيجة 24-22. المباراة أقيمت الاثنين اللي فات، برضو بهذه المباراة تصدر فريق النادي الأهلي مجموعته برصيد 42 نقطة. فرقتنا ما شاء الله ماشية كويس، نمسك الخشب. كل التوفيق لكابتن هشام عبد الوهاب، طبعا ميشو المدير الفني وأبنائه. نروح الخبر الثالث، الأهلي يهزم المعادي وديا طبعا في سيدات اليد. كان في مباراة ودية طبعا، كابتن يحيى يوسف المدير الفني اللي تولى المسؤولية قبل جائحة كورونا وجات توقف، فما لحقش يتعدي مع فرقته جيدا، ولكن اشتغل على فرقته، لعب ماتش ودي مع المعادي 36-17 النتيجة. النادي الأهلي اتلعبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. النادي الأهلي غاب عنه سارة حسام واللي مصابة في دراعها اليمين، وبإذن الله هترجع أول الأسبوع القادم. الأهلي بيستعد لعودة الدوري اللي هتكون أول مباراة ليه في سموحة في اسكندرية يوم الثلاثاء القادم. نروح لشباب